إذا 100 كيلوغرام بالنسبة لحمادي مغنية في المحاولة الثالثة ستكون ناجحة إن شاء الله. 91 كيلوغرام في محاولة أولى، 95 كيلوغرام أو 96 كيلوغرام في محاولة ثانية وثالثة، هذه ب 100 كيلوغرام. برافو 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 لحمادي مغنية، برافو لحمادي مغنية، فرحة كبيرة فرحة كبيرة هنا لحمادي مغنية، للطاقم الفني، للجمهور الحاضر هنا بقاعة إماك بقصر الرياضات بمدينة ب 127 كيلوغرام، 127 كيلوغرام لحمادي مغنية في المحاولة الثالثة والأخيرة. هل تكون ناجحة كالمحاولتين الأولتين؟ تابعوا معنا. ما هناك ما هناك ما هناك ما هناك، تطلب الاعتذار من الجمهور ومن الطاقم الفني. دون شك أحست ب نوع من الألم على مستوى الظهر. أحسن ما فعلت أحسن ما فعلت حمادي مغنية عندما أعلنت عن عدم رفع الثقل، هذا طبعا للمحافظة على سلامتها. أحسن ما فعلت، يعني رياضة The second place silver medalist Nureyye Bingor from Turkey. من تركيا الميدالية الفضية لنوريه بينغور. أريد The first place, gold. The gold medalist, Nehma Saeed from Egypt. المرتبة الأولى لنعمة سعيد من مصر. ردي لي ميداي. فوالا. رديهم بيجي. Will you please stand up for the national anthem of Egypt? سيدة وسادتي، نرجو منكم الوقوف للنشيد الوطني لجمهورية مصر. Ladies and gentlemen.